يسعد صباحكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشوارنا الصباحي. صح اشتقت لكم كثير. يعني انا بالنسبه لي هاي كانت اجازه طويله نوعا ما، ما تواصلنا فيها مع بعض وما طليت عليكم ضمن صح ولكن هينا عدنا والعود احمد، وان شاء الله بكره انا وناديه بنكون معاكم مع بعض زي ما عودناكم بحلقاتنا من صح دائما عبر هوا راديو روتانا وشاشه عمان تي في. اليوم حضرت لكم موضوع جديد وحلو ودراسه مهمه، واكيد بحب دائما اسمع أصواتكم لنتفاعل مع بعض ونعطيكم مساحة لتعبروا فيها عن رأيكم بموضوعنا لليوم، فخليكم معنا من هلأ لغاية الساعة 12. اليوم موضوعنا له علاقة بالفارق العمري بين الأزواج. في دراسة جديدة تم نشرها حكوا فيها عن تقارب سن الزوجين، هل يخلق توافق أم تنافر؟ ودائما بنلاقي إنه في ناس بتقولك لا يا عمي أحسن يكون الفرق بين المتجوزين قليل عشان يكبروا مع بعض وعشان يكونوا بنفس، خلينا نقول على نفس الموجة من الناحية الفكرية والعلمية والثقافية والاجتماعية، بينضجوا مع بعض. في مدرسة تانية بتقول لا، إنه الزوجة أو الصبية لما بتتجوز واحد قدها بتتغلب، لأنه المرأة عادة ما تنضج قبل الرجل، فبالتالي هي لو أخذت واحد أكبر منها بخمس سنوات أو ست سنوات أو حتى عشر سنوات رح يحتويها، رح يكون وصل لمرحلة نضوج معينة تخليه قادر إنه يكون مسؤول ويكون رب لهذه الأسرة وأيضا سند وأمان للزوجة. هلأ أنا رح أحتفظ برأيي لمنتصف الحلقة، ولكن هاي الدراسة بتحكي فيها أو بيحكوا فيها مجموعة من خلينا نقول الحقائق والأرقام اللي إلها دخل بالتقارب العمري بين الأزواج، وبحب كتير أسمع عن تجاربكم أو أسمع رأيكم بالموضوع، لأنه أنا بالنسبة إلي ما بلاقي أنه في صح وفي غلط بهالموضوع. أنا بلاقي في نماذج كان في فرق العمر بينهم كتير كبير وكانت نماذج جدا ناجحة، وفي نماذج كمان كان فرق العمر بينهم كتير كبير وللأسف الفارق العمري أدى للانفصال أو الطلاق. وكمان نفس الكلام ينطبق على الناس اللي قد بعض، في ناس قد بعض احتووا بعض وحبوا بعض وعاشوا حياة كتير حلوة، وفي ناس للأسف انفصلوا بسبب صفات معينة موجودة عندهم. شوفوا في دراسة ألمانية ملفتة للنظر هيك حبيتها، تخيلوا بأنه دراسة ألمانية أجريت على العلاقات العاطفية والزوجية، وقالوا بأنه ارتباط المرأة بشريك في نفس عمرها بيؤدي إلى إطالة عمرها، بينما ارتباط الرجل بامرأة كتير أصغر منه ارتباط الرجل بامرأة كتير أصغر منه بتساعد على إطالة مستوى عمره. يعني الرجال إذا بيتجوز واحدة كتير أصغر منه ممكن أنه عمره يطول، ولكن المرأة إذا بتتجوز واحد بعمرها هذا الحكي بيساعد على إطالة عمرها. وبنفس الوقت يعني زي ما أنا كنت عم بحكي لكم أخصائية العلاقات الزوجية والأسرية اللي شاركت في هذه الدراسة أكدت أنه في كتير يعني ثوابت وفي كتير أمور وأساسات بتقوم عليها العلاقة الزوجية، واحد منها هو موضوع العمر. فبالتالي فارق العمر ممكن أنه يكون فردي، يعني بيعتمد على كل علاقة زوجية، على كل رجل وامرأة. لهيك احنا بنشوف زي ما قلت لكم بالبداية نماذج لناس في بينهم فارق عمر كتير كبير ولكن هم منسجمين ومتناغمين، وناس فارق عمر بينهم كتير قليل بتلاقيهم للأسف بيوصلوا لحائط مسدود وبينفصلوا وبيطلقوا والعكس صحيح. معنا اتصال. هلو. هاي رهف، كيفك؟ هاي أهلا، صباح الخير. هاي معك غرام، صرنا كتير والله زمان. شو الاسم؟ غرام. أهلا يا غرام حبيبتي، شو أخبارك؟ تمام، اشتقنا لك، زمان ما سمعنا صوتك. طبعا اشتقت لك، العافية. امبارح طبعا عم بحضركم وحضرت المقابلة مع نادية الزعبي، طبعا هي هلأ بالكويت. نعم مزبوط، كانت منورة كتير. حبيبتي انت، حياتي لك وإلها، كتير بحبكم، مشتقت لكم، كنت مسافرة، كنت عم بدرس وهلأ رجعت لهون بغداد. الحمد لله على السلامة. أنا كتير منيحة ومبسوطة بسمع صوتك ومبسوطة إنك خلصتي دراسة ورجعتي لعمان، فأهلا وسهلا فيك، نورت عمان. جميلة حبيبتي. حبيبتي يا روحي. خبريني، حابة تشاركي بالموضوع؟ اسأليني. اليوم عم نحكي عن فارق العمر بين الأزواج، بتحسي إنه المرأة لما بترتبط من شخص بعمرها ولا أكبر منها بتكون العلاقة أنجح؟ من وجهة نظرك هو ما في صح وغلط يعني. كتير صح طبعا، بابا أكبر من ماما شي 5 years،
تقريبا بين التكامل وكذا، بس مرات المستوى الثقافي بيحرك هيدا الشيء، يعني بيعمل فارق. مثلا ماما محامية وبابا ضابط، فكان بينهم التكافل الفكري والاجتماعي كثير كبير وحلو ومتفاهمين. صار عندهم زعل كثير تقريبا 5 years كمان، زعلوا مش انفصلوا بس صار بينهم فراق أو بعد بسبب المشاكل اللي عشناها تبرين هون بالعراق. فهلأ رجعوا صار لهم شي سنتين كذا كتير مثل السمي على العسل. فأتوقع فارق العمر من ناحية المان أكثر، يعني الرجل من يكون أكبر يصير يدلل مشان هيك مرته، يحبها كتير، ممكن يلبي لها طلباتها أكثر وكذا. وبالإضافة المرة بتكون فكرها متعلق بي بتحبه، ما بتطلع على شب تاني. بحس هيدا الشيء لأن أنا عشتها ببيتنا، وتعرفي هم فقط أنا جابوني، أنا نو براذر وأنا سيستر، يعني ما عندي. أنت الطفلة الوحيدة بالضبط. طب غرام بدي أسألك سؤال، لما صار في فراق كيف أثر عليك هذا الفراق كونك كمان يعني only child؟ طبعا عشت أنا بقدم على المقاطعة، عشت ويا جديتي أم بابا، عشت تقريبا حزن وزعل، حتى ما كنت عم بقرأ زين، ما كنت عم بدرس، ما كنت عم روح لهونيك، ما كنت عم سافر، كنت سافر كل مرة لعمان للعقبة، أجي يمكن أبغير أبزو بيكنيك أو سياحة، بروح للبحر المجان بس أفر بالأردن. بس للأسف من صار فرق ما قدرت مثلا أسافر أطلع كذا، يعني بتعرف البنت تروح بدون أهلها الناس تحكي هيك وهيك. طبعا بقدر. يا ستي أنا مبسوطة يا غرام إنه رجعت المياه لمجاريها ورجعوا أهلك هيك سمنة على عسل، والله يخليكم لبعض دائما. وهو على فكرة بيحكوا بالدراسات بأنه العمر المثالي إذا بدنا نقول أو الفارق المثالي بين الرجل والمرأة هو 5 إلى 7 سنوات، يعني هذا الفارق يكون بين الرجل والمرأة هو الفارق المثالي. مستمرين معكم بمشوارنا الصباحي صح صح، وأرقامنا 0656909099، وعندنا مريم على الخط ما بدي أتأخر عليها لأنه من قبل الفاصل وهي معنا. صباح الخير مريم. صباح الخير حبيبتي، كيفك؟ يعطيك العافيه. الله يعافيكي ويسعد صباحك، واسفين على التاخير. لا ما في مشكله حبيبتي. الحمد لله انه يعني قدرت اتواصل معكم، الحمد لله، ان شاء الله تساعدوني يا رب. ان شاء الله. تفضلي مريم، حابه تشاركي بالموضوع؟ والله انا مش بالموضوع، انا عندي مشكله وكنت حابه اطرحها، ما بعرف. تفضلي قولي لي شو المشكله. عادي اذكر اسماء؟ ما في مشكله. والله يعني لا، بفضل ما تذكري اسماء، حسب شو الموضوع، لانه بالنهايه يعني احنا على الهواء، فبالنهاية ما بدنا كمان يكون في إساءة لأي شخص أو جهة معينة. بتحبي تطرحي لي الموضوع تحت الهواء مريم أفضل؟ إيه؟ بتحبي تطرحي الموضوع تحت الهواء، تتركي لي رقم تليفونك وأنا أتواصل معك؟ شو رأيك أنتي؟ أنا هيك أنا يعني بمشكلة صراحة صبرت فيها 5 سنين إنها تنحل، مع الأسف تخيلي إني أنا صبري 5 سنين وهلأ قاعدة يعني بحاول أوصل صراحة صوتي لجلالة سيدنا، اني احكي مع حد، مو عارفه ايش اعمل، يعني اي حد بده يساعدني او يوقف معي بالموضوع اكيد بعد ربنا، يعني مو عارفه شو اعمل. فعشان هيك انا حبيبتي انت، لا انا بقدر وبعرف ان الواحد لما بيكون واقع بمشكله هيك خلص بصير محبط وصبره بيبدا ينفذ، فاتركي لي رقم تليفونك هلا مع الاعداد وانا برجع بتواصل معك. اوكي، شكرا كثير لاتصالك مريم، بليز خلوا لي الرقم انا بحكيها تحت الهواء. اذا اليوم احنا كنا عم نحكي عن موضوع الفارق العمري بين الازواج، وحكينا انه في كثير دراسات وفي كثير ابحاث وفي كثير دراسات بتاكد انه مثلا لنفترض، كنت عم بقرا دراسه انه لما يكون الفارق بين الزوج والزوجه سنه بتكون نسبه الطلاق والانفصال لا تتجاوز 3%. هاي دراسه عملوها على تقريبا 10,000 شخص بالولايات المتحده الامريكيه. لما شافوا انه فارق العمر بدا يزيد بدا يكبر، لما وصل الفارق لأكثر من 10 سنوات اكتشفوا أنه نسبة الطلاق بتوصل لـ40%. بس اللي أنا بدي أحكي لكم يا بالمجمل، بما أنه اليوم عم نلاحظ قديه في خلينا نقول مشاكل عم بتصير بين الأزواج، قديه نسب الطلاق في مختلف أرجاء العالم مش بس في الأردن أو في الوطن العربي عم بتكون مرتفعة وعالية جدا. في شغلة لازم نفهمها ومبدأ لازم نفهمه، بلاش الغلطة تمحي كل المحبة، حاولوا أنه المحبة تمحي الغلطة. إذا الغلطة بتتعدى عدوها، إذا المشكلة بتنلم لموها، إذا هالشخص خلينا نقول عم بيمرق بضغوطات وبظروف صعبة احتووه،
أنا هون عم بحكي للرجل وعم بحكي للمرأة بنفس الوقت، إنك تعيش بندية وإنك تعيش واقف للتانية على دقرة، هاي مش حياة، هاي مش حياة زوجية. وانفصلوا أحسن، بده يكون في صبر، بده يكون في محبة، بده يكون في احتواء، بده يكون في مرات تكبير عقل، سعة صدر، تفكر بالمواقف الحلوة اللي جمعتك بهذا الشخص. بتعرفوا انه دائما المختصين في موضوع خلينا نقول العلاقات العاطفية لما بيروحوا لهم الكابلز بما يسمى بالكابلز ثيرابي، لما الناس بتوصل لحائط مسدود وبتكون بدها تحاول انها تلاقي حل، أول إشي بيقول لك يا الطبيب النفسي أو المختص النفسي، تذكر ليش أنت اخترت هاي المرأة، وأنت تذكري ليش اخترتي هذا الرجل. ما تستسهلوا الانفصال ولا تستسهلوا الطلاق، لأنه كل الناس مش كاملة. يعني أنت بتفكري أنه أوكي أنا بدي أترك هذا الرجل وأروح أبحث عن رجل كامل، ما في رجل كامل. حاولوا قد ما بتقدروا أنه ما عم بقولكم لدرجة مثالية تحبي عيوبه، يا ريت لو بتقدري. الحب المفروض انه احنا بنحب الشخص زي ما هو بعيوبه وبصفاته الحلوة، ولكن اتعاملي مع العيوب وانت تعامل مع العيوب. دائما بقول بانه المحبة تستر جما من الخطايا، والمحبة اذا كانت حاضرة بالمنازل بتحمي وبترحم وبتستر العديد والعديد من المشاكل. معنا كمان اتصال. هلو هلو. صباح الخير. يسعد صباحك رهف. وصباحك، كيفك حبيبتي؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا. بدي اشارك بالموضوع اللي عم تحكي فيه اللي هو الفارق العمري بين الازواج. تفضلي. انا بوجهه نظري الفارق العمري ما له دور، لكن الحقبه الزواج او افريج عمر الزواج هو اللي له دور. أوكي. مثلا بنت تزوجت على 18 مثلا، زوجها اكبر منها ب 12 سنه، هون حنلاقي في فارق عمري بيلعب دور، حيكون الفكر مو متطابق. لكن بينما تتزوج على عمر 30 يكون زوجها 42 مثلا او 40 او 39، اوكي هو عدد السنوات كبير، لكن نوعا ما درجه النضوج هون تلعب دور. هم بنفس الجيل دائما هي الاساس، مش الفارق العمري كعدد السنوات. برافو عليك، كثير صح كلامك. يعني هم بينتموا خلينا نقول صاروا لنفس الجيل، بس اللي بتتجوز 18 وفارق 15 سنه هو بالثلاثينات وهي لسه، مليون بالميه صح كلامك، كثير صح. بالضبط. طبعا طبعا. انا ما تعرفت على اسمك. سمية. سمية من العقبه. تشرفنا والله، انا كنت عندكم بالعطله عروس البحر الاحمر. قابلتك في 2015 بالعقبة وفي لي صورة معك. والله حبيبتي انتي. لازم اعيد هالمرة الجاية لما تنزل على العقبة ان شاء الله. بنتشرف فيكي، شكرا لاتصالك. ثانك يو سمية، وتحياتنا لكل اهالي العقبة الكرام. مش معقول هالمدينة شو حلوة وشو نابضة بالحياة وشو البحر برد الروح، وطيبة اهالي العقبة حاضرة وموجودة. ان شاء الله يا رب السياحة تزدهر بعام 2024. وعندنا كمان اتصال. هلو. صباح النور، يا هلا. كيفك استاذ؟ منيحه، كيفك انت؟ اعياد مبارك عليكم ان شاء الله. علينا وعليك يا سيدي، كلك ذوق. يسعدك. قصي القيس من عمان بحكي. اهلا يا قصي، هلا والله، تفضل. شو رايك بالموضوع؟ والله شوفي، انا بالنسبه لي انا متزوج وزوجتي اصغر مني 3 سنين. شوفي تقارب العمر جدا رائع، بالعكس بصير في تفاهم بين الزوجين، يعني بصير بكبر مع بعض، هذا الحلو في الموضوع. أنا بأيد، والدراسات بتأيد كلامك، إنه الفارق العمري لما يكون قليل بيكونوا زي ما قلنا هيك مع بعض، بيكبروا مع بعض، بينضجوا مع بعض، أفكارهم بتكون متشابهة. وكمان حلو للولاد، لأنه مش حلو إنه الأب بيكون كتير أكبر من ولاده، والست لما يكون في فارق عمري بين الزوج والزوجة بتحس إنه كمان في بعض الحالات الأب بزبط يكون جد لهؤلاء الأبناء والأم كتير صغيرة، فكمان بيأثر على الولاد لما يكون الأهل قراب بالعمر، بيكونوا التنين قراب أولادهم نفس، بيقدروا يفهموهم يستوعبوهم حتى يلعبوا معهم من الناحية الجسدية. فالله يتمم لك على خير، وان شاء الله دائما تضلك هيك مبسوط بحياتك الزوجيه. اللهم امين. شوفي احكي لك شغله، هلا انا لما تزوجت على 25. اوكي. وزوجتي كانت 23. تمام. الحمد لله اجانا اول بيبي، انا بالنسبه لي كان عمري 27 وهي كانت 25. اسم الله. صغار. بالضبط. فهسه وعندنا كمان بيبي الحمد لله قبل سنه اجانا، فعمر الكبير هلا 7 سنين وانا عمري 35. فلما يكبر ويصير توجيهي ويخش الجامعه
لساتني بكون عمري يعني زي ما بقولوها بالأفرج إنه لسه بجيل الشباب. طبعاً لسه ما وصلت الخمسين سنة. مزبوط بالضبط مزبوط بالضبط. هذا إشي كتير حلو. أنا بالعكس حلو حلو كتير يعني 100%. أنا هيك أهلي يعني، أنا أهلي تجوزوا صغار وأنا يعني إجيت بعد سنة من هذا الزواج، فكان في بيننا ما بتحس في فجوة، دائما فاهمين على بعض، دائما بحسهم قراب علي. فإن شاء الله يا رب الله يخلي لك الأولاد وتفرح فيهم وتضلك دائما فوق راسهم. يسعدك يطول عمرك. شكرا يا قصي. صباحك. شكرا لك. شوفوا، بما أننا عم نحكي عن الفارق العمري وأثره على الأزواج، وعم نحكي بشكل عام أنه في كتير أساسات وثوابت بتأثر وعناصر بتأثر على نجاح العلاقة الزوجية، عندي نصيحة لكل الأشخاص اللي عم بيتعرفوا على بعض. في حكمة إنجليزية مشهورة بتقول If you don't belong, don't belong. شو يعني؟ يعني إذا كنت لا تنتمي لا تطل في البقاء أو لا تطيل في بقائك بأي مكان أو علاقة. شو يعني؟ يعني إحنا قبل ما نقرر إننا نتزوج أو إننا نخطب أو إننا ناخد أي إجراء رسمي، أنت كرجل تعرفت على هاي الصبية أو أنت كبنت تعرفتي على هذا الرجل، إذا شعرتي إنه أنت لا تنتمي لهذه العلاقة، كيف الواحد بيعرف؟ بيعرف لما بيحس إنه هو مش مبسوط، هاي العلاقة عم تستنزف وعم تاخد من صحته من طاقته. راقبوا أنفسكم، كيف أنت بتروح بعد الجلسة اللي قعدتوها مع بعض؟ كنت مبسوط؟ كنت سعيد؟ كنت مرتاح؟ كنت على طبيعتك ولا كنت عم بتمثل ولا كنت عم تحكي حكي ما بيعبر عن آرائك الحقيقية؟ كنت حاسس أنك لازم تلبس قناع مع هاي الصبية؟ أنت كنت حاسة حالك مش مرتاحة، مش واثقة من نفسك، بدك تحسبي الكلام اللي بتقوليه؟ هلأ طبعا عادي كتير بالأول، عادي لما بتكونوا ناس أغراب عم تتعرفوا على بعض طبيعي أنه يكون في خلينا نقول شوية تصنع شوية تكلف، الواحد ما بيقدر يكون على طبيعته 100%، ولكن أنا بحكي ما بعد البدايات. راقبوا أنفسكم، إذا أنت شعرت أنه أنت لا تنتمي لهاي العلاقة، أنت بحق لك أنك تغادر إمتى ما بدك. بعد الزواج بصير الموضوع كتير معقد، إحنا منصحى بعد ما زي ما بيقولوها بتفوت الفاس بالرأس، كتير أشطر وكتير أحسن وكتير أرحم علينا كمان كبني أدمين لما بتنتهي العلاقات قبل العقود الرسمية. الزواج لما تقرر أنك تطلع منه، سواء كان في أطفال أو ما في أطفال، هي خطوة كتير صعبة وخطوة كتير مؤلمة وبتجرح. فتذكروا دايماً إذا أنت عزابي، إذا أنت عزابية وعم تتعرفي على رجل، تذكري عبارة If you don't belong, don't belong. إذا كنت لا تنتمي لا تطيل في البقاء. وعنا اتصال. هلو هلو، مرحبا. أهلاً، كيف حالك رهف؟ شو أخبارك؟ منيحة. صباح الخير، كيفك أنت؟ الله يسعد صباحك يا رب. شو أخبارك؟ نشكر الله. أنت كيفك؟ كل شيء تمام؟ تمام، فضل رب العالمين، الحمد لله رب العالمين إن شاء الله دائما. مين معاي؟ أنا والله مسرور مع صوتك والله، وللأمان يعني أنا بسمع برنامجكم من سنين مش من يوم. شكرا كتير. مصطفى معي يعني صح؟ أنا هلأ معي تاكسي فلازم برنامجكم أسمع التاكسي للأمانة يعني، أنت ونادية. شكرا كثير، وإحنا بنكبر فيكم وبمحبتكم. تسلم، كل الاحترام لك. هلأ ستي، موضوع فارق الأزواج، فارق العمر. فارق العمر. هلأ أخوي الكبير طبعا تزوج اللي هي بنت عمتي، كانت أكبر منه تقريبا 3-4 سنوات. هي أكبر منه؟ أكبر منه طبعا. أوكي، صدقيني قد ايه كان يصير في بين بناتهم، بس كان يعني البيوت أسرار مخبية. توفت كانسر الله يرحمها. الله يرحمها. ومع ذلك لحد اللحظة هاي، لحد اللحظة هاي بتبكي عليها. يعني كان حبها صعب فراها صعب، يعني كيف بدي احكي، رفيقة العمر. طبعا طبعا. هلا الانسان قديش يعني، انا متزوج، هلا قديش الانسان بصير عنده خلافات، قديه بصير قديه بصير، لازم يضل كل شيء داخل البيت. صح صح، ما بصير تطلع داخل البيت يعني. انت لا سر يعني، بالذات هلا من الزوجة او الزوج لازم يكون سرك داخل البيت. ما بصير تطلع انت سرك، الزوج يحكي لاهله، الزوجة تحكي لاهلها، خلص. هلا خلي المشاكل داخلية، الله يبعد المشاكل عن كل المحبين يا رب ان شاء الله. هلا خلي المشاكل انت داخلية، يعني الانسان ما بصير انه يطلع اسرار غيره ويحكي لغيره، يعني هاي هي بتصير فرقة المشاكل. اما فرق العمر انا يعني بظن انه يعني بالنسبة إنه إنسان بحب إنسان وكان فارق بينهم عمر، هذا
ما له دخل، مش عائق طبعا. وعلى فكرة لا. بالمجتمعات هلا احنا نوعا ما بالمجتمعات العربية شوي منتقد لما رجل يتجوز امرأة اكبر منه بالسن، بتلاقيهم يعني والله اخذ وحدة اكبر منه دا دا دا، ولكن بالعالم هذا الاشي كتير طبيعي وكتير عادي، زي ما الست بتتجوز اكبر منها بالسن ممكن الزلمة يتجوز وحدة اكبر منه، والعلاقات كتير بتكون ناجحة لانه المرأة بتكون شديدة الاحتواء وشديدة النضج، فمش غريب انه اخوك يكون هالقد متعلق فيها ولليوم. طبعا بعدين هذا الست تخاف انا اصير على المقاطعة، هلا هذا لا يعني انه الانسان اذا اخذ وحده اكبر من عمره بسنه بسنتين بثلاثه، اذا كان في حب من الطرفين او في كان تقابل من الطرفين انه اثنين بدهم بعض، هذا ما يكون في شيء عائق من الاهل، يعني انه لا هذا اكبر منك، لا انت اكبر منه، يعني هلا يعني هذه حياه مسيره لازم يمشي فيها الشخص، لازم يمشي فيها الانسان، ما لازم يوقف على مكان محدد. وهو بالنهايه يعني هو بالنهايه حر. برضو اسف على المقاطعه، لا ابدا، يعني كثير انا يعني انا لي سنين على السيارات اللي التاكسي 26 سنه، كثير قصص نسمعها انه لا طلقي لا كذا لا، يعني خلافات ما انزل الله بها من سلطان. فهلا يعني الانسان لازم يكون في قبول. انا بالنسبه لي كبير او صغير، الزوج او الزوجه مهما كان مهما كان يفضل سرك داخل المنزل، ما بصير خلص حبيتوا بعض انت اكبر مني، مع ذلك حتى لو تجوز الزوج اكبر منه او هي اكبر منه، يعني ما بصير انه لا انت انا اخذتك اكبر منك انت اخذتيني اكبر مني. ما بصير هذا الهت اللي بصير. مليون بالمية كلامك صح، وهي وصفة سحرية انه الواحد يحافظ على خلينا نقول حرمة واسرار بيته وخصوصية بيته. فبالعكس مصطفى مداخلتك كتير مهمة، والله يخلي لك زوجتك. الله يسلم عمرك وتضلكم لبعض. فيكم انا شوفي كل الاحترام لك، يعني انا بحب اسمع صوتك وصوت ندوش الصبحيات، انا بحب اضل احكي ندوش رهو طبعا بالأمان. شكرا شكرا لك، ثانك يو كثير. انا برنامجك شوفي انا برنامجين بسمعهم وكيلو انت، يعني انا نهاية شوفي برنامجك انت بالنسبه لي الصبح انت ونادية، انا اكيد بسميه يعني بالعاميه بحكيها انتوا الدينامو تاع الشارع، يعني انا لازم اسمي برنامجكم دينامو. شكرا ما احسنك، بتشحن الناس بالبطاقه ان شاء الله، نضل يعني دائما هيك حلوه. ضحكه ناديه في 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 استقبال للبرنامج، في حب للبرنامج للامانه. كل الاحترام لكم ست رهف انت وسلمي لي على ندوش كثير بيوصل بالله. شكرا كثير يا مصطفى، واحنا بنكبر فيكم وان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم. شكرا كثير، ثانك يو.